الرحمن الرحيم. الكل عماله بيستفسر امتى ممكن يقدر الواحد ياخذ فرع ويجذره من شجر الورد الجوري او من شجر الورد الشوكي. مش مهم امتى، في اي وقت من السنه، المهم قديش العرق اللي انت رح تاخده رح يكون هارد انف، رح يكون عرق صار قوي وبنقدر ناخذ منه. يعني عنا هذا مثلا، هذا مستحيل نقدر ناخده لانه طري ولساته عماله بينضج. عنا هذا العرق اوريدي صار قاسي كفايه حتى نقدر ناخذ منه. عندي بقدر اخذ من هاد، بقدر اخذ من هاد، وبقدر اخذ من هذا كمان، بقدر اخذ من هاد، بس اضبط واحد فيهم بيتهيألي رح يكون هاد لانه قاسي كفايه. رح اخده من، رح اترك من هون من تحت العقدة، بسم الله، رح اخذ هذا من تحت العقدة ما طلعني، وانا كنت ماخذة هذا العرق كمان. وخلينا نيجي نشوف كيف ممكن انه احنا نعمل لهم عملية تجذير. كنت ماخذة هذا العرق من وردة ثانية، مش مهم اذا كان عليهم ورد، مش مهم اي وقت في السنة، شهر 2 هو يفضل وشهر 8 ممكن، بس المهم قديش العرق بده يكون قوي حتى انه يتاخد منه. عرق طري ما بنقدر ناخد منه وما بنقدر نستعمله، لازم يكون العرق صفى قادر على انه يعمل الافضل. هلا احنا عنا هاي، اول اشي خليني اشيل الورد اللي عليه الورد. هدول ما بدنا اياهم. انا عندي عشان هاي العمليه، انا على طول عندي علشان هاي العمليه، في قوار هناك روح جيب لي اياها، انا سويته لونه زي هذا. عندي عشان هاي سكه، عندي عشان هاي العمليه هذا القوار التراب اوريدي مسقي ميه، مسقي مي مزبوط. عندي هاي القنينه، القنينه هاي كثير اشي مهم لانها رح تعطيني نفس عمل البيت البلاستيكي، رح نحطها بهاي الطريقه، وفيها فيها غطاي، الغطاي رح نشيلها ونحط، وتكون هذه الفتحه اللي في الغطاي عباره عن فتحه التهويه، لانه ما بدنا كثير رطوبه تصفي على عليها، ولازم تكون رطبه. وعندنا الهرمون تبع التجذير. هلا هاي العرق هون موجود، هذا العرق اللي اخذنا منه. اول شيء رح نعمله رح نشيل الورق كلياته. احنا بس نشيل الورق طلع بالضبط، انا قصيت تحت هذا العنقود. احنا بس نشيل العرق، العرق بيعمل جرح، هذا الجرح كثير مهم للنبته لانه هو منها رح تجذر. رح اشيل كمان عرق ورح اقصها بالضبط تحت العقده وما قبل العقده عشان انها تقدر تجذر. خليني اخذها من هون، هي في عندي كمان عقده، خليني اخذها من تحت العقده هاي بشكل زي هيك. اوكي، الورق هاد رح اخليه، ما رح اقيم منه كتير، رح اخلي جزء منه من هون، رح اخلي بعض الاوراق عليها، رح اشيل كمان من هاي ورح اشيل هاي. هلا بالضبط هاي الطريقة انجح طريقة. انا رح اشيل الاشواك بس نشيلها، الاشواك بس نشيلها بتعمل جرح في العرق. هذا الجرح هو اللي بيطلع منه الجذور، هذا الجرح وهاي الجروح اللي هون هي اللي بيطلع منها الجذور للوردة. هاي الجروح شايفينهم، هون شلنا الاشواك، هون العقدة، هون العقدة، وقصينا قبليها بشوي. هلا بالضبط طريقة هيك رح تكون، رح استعمل هرمون التجذير. زي ما حكينا مش مهم اي وقت من العام، المهم كيف العرق اللي بدنا نختاره ما يكون عرق طري، ما يكون عرق طري. هاي اول وحدة، هاي هرمون التجذير. هلا انا بفضل هرمون التجذير الباودر لانه بساعد على انه فيه في شغلة بتمنع حدوث الفطريات في الورد وبتمنع حدوث. هلا بدنا نتأكد انه هدول الفتحات اللي صفوا، الجروح اللي صفت في العرق من الشيل الشوك اجى عليهم هرمون تجذير. بنغزها بهاي الطريقة، بسم الله الرحمن الرحيم. المي هاي هلا كلها انا عندي فيه درينج، انا بقدر اخذ من هذا العرق بالضبط 2
بقدر اجدر اثنين، بس انا بصراحه ما بدي اجدر اثنين من هذا العرق، لاني انا هاي الورده عندي اياها كمان بحبها كثير، بدي اجدر من هذا العرق. فبدنا نجرب ونشوف اي واحد فيهم انجح. زي ما حكينا برجع بعيد، بقصها من تحت العقده، هون في عندي عقده قصيتها تحت من تحتها بشكل زاويه 45، بشيل هدول، بشيل الشوك اللي هو بس اشيله بيعمل لي جروح على على العرق. الورق هاد ما بدنا اياه، رح اشيل هذا الورق، اخفف ورق لانه احنا بدنا كل الطاقه تصفي جاي للعرق عشان تنبت من جديد للجذور. بنحط مي وبنحطها بعلبه هرمون التجذير، ومن رز بقدر احط تنتين وبقدر احط وحده. هيو التراب، المفروض انه احنا ترابنا يكون هي. بدي احطهم بطريقه انه ياخذوا، ما بعرف ليه هيك التراب، راح احطهم بهاي الطريقه يدخلوا جوا القنينة. هلا هاي خلال ساعتين رح تكون عملية رطوبة هون، هاي بنتركها بالفي ما بنحطها بالشمس ابدا، بتضل بالفي، بتضل بإضاءة إضاءة النهار، شمس النهار اللي هي شمس السماء، إضاءة السماء، بس مش شمس مباشرة عليها، بتضل بمكان مضيء ولكن ليس شمس مباشرة عليها. أنا سويت بنفس الطريقة هاي، سويت كمان واحدة ممكن أفرجيكم إياها تعملي. هيها الحمد لله بنفس الطريقة اتجذرت، وإذا بتحبوا بقدر أقيمها من القوار ونشوف كيف الجذر اللي عليها. هي الجذر، هي الجذر، وأنا هاي أخذتها قبل شهر تقريبا، بس هي الجذر، قادرين تشوفوا الجذر؟ أنا ما بدي أضايقها وما بدي أضايق الجذر تبعها، بدي أرجعها زي ما كانت بالقوار. اوكي طلعت هي الجذر، اوكي ارجعها مكانها. وبس ما تنسوا اللي حكيناه، انه لازم تكون تهوية، وطول ما هي فيها رطوبة حواليها بقلب القنينة رطوبة، هي بتشتغل بنفس طريقة عمل البيت البلاستيكي لإلها، ومش مهم بأي وقت من السنة، المهم العرق قديش هو يكون مزبوط، واختيار العرق مزبوط، ما يكون العرق طري، لازم يكون بلش يصير على خشبي أكتر. وشكرا كتير لمتابعتكم، وإن شاء الله أني أكون فدتكم.